صباح الفل يا خديجه. صباح النور يا حبيبي. ايه اللي نزلك؟ ما اتصلتش بيا ليه؟ اطلع لك ليه؟ المطبخ غريب عليا ولا ايه؟ ناسي ان انا طبخ من الدرجه الاولى؟ ده كان زمان. اطلع بس انت دلوقتي وانا هظبط كل حاجه. مش انت جاي تسال على زومه برضو؟ لا والله انا جاي اسال على حاجه تانية. هو مش المفروض ان احنا كنا نبعت هديه للدكتوره سوسن عشان اللي عملته مع مصطفى ده؟ ياه، انت لسه فاكر؟ طب يا شيخ لو انا نسيت فكريني. يعني احنا جيران، مفيش بينا تكليف قوي كده. وبعدين بصراحه اخاف ابعت لها حاجه تزعل. خليها احسن لما يجي مناسبه ونبقى نرد لها المجامله دي. ولا بوكي ورد حتى؟ ايه الورد ده؟ مين اللي بعته؟ لسه هشوف. تصوري مين اللي بعته مش هتصدقي. مين يا؟ الشيخ يوسف. يوسف مين؟ واحنا نعرف حد غيره؟ وايه المناسبه؟ دكتوره سوسن، اشكرك على شديد عنايتك بمصطفى واعتذاري واحترامي للمره الثانيه للانسه نسمه. يوسف عبد الحكيم. لسه فاكر؟ ما تبقيش غلسه، اهو برضو فيه الخير. ماشي يا دكتور، عشان خاطرك انتي بس نمشيها في الخير. يعني واحد بيحاول يكون لطيف، انتي ليه تسدي في وشه الباب؟ انا مش بسد الباب، بس اللي زي دول انا عارفاهم. مهما حاول يبقى لطيف ونايس وكيوت هيفضل جواه دكتاتور. ده انتي بجد ظالمه. اللي يكسر كمان يبقى همجي، مهما حاول يبعت ورده او كلمتين اعتذار. ما تهدي بقى يا بنتي شويه، خليه يخلص. حاضر يا خالته. شاطره يا حبيبه خالته. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ ده ايه الادب ده كله؟ اسألي. هو حضرتك مش هتتجوزي خطيبك ده اللي جايب الخال يوسف؟ بتقول ايه المفعوصه دي؟ بقول لها مش هتتجوز خطيبها. يخرب عقلك، انت بتجيبي منين الكلام ده؟ عرفتي بقى بضحك على ايه؟ الله، ما تضحكوني معاكي. بنتك بتسأل مروه هتتجوز خطيبها امتى؟ قومي يا قليله الادب، روحي على اوضتك. بالراحه يا خديجه. بقول لك ايه يا مروه، البنت دي لما تكبر انا مش هقدر عليها. هو كل واحد يزعل في البيت ده شويه. شوفوا البيت. ايه الظلم ده؟ بطلي برطمه بدل ما اجيلك. المفروض تبقي صاحبتي اكتر من كده شويه يا خديجه. التربيه الحديثه يا حبيبتي. بلا حديثه بلا قديمه. اسمعي بس منك ليه؟ احنا يوم الجمعه الجايه عندنا عزومه كبيره قوي. عزومه مين ان شاء الله؟ صاحب القناه بتاعت يوسف. غريبه قوي، في سبب للعزومه؟ شكلها كده جوازه. جوازه؟ جوازه مين بقى ان شاء الله؟ يعني هتكون جوازتي؟ اكيد يوسف. ما تقولي ايه الموضوع بدل فوازير رمضان اللي انت عاملاها لنا دي؟ الراجل ده عنده بنت وحيده وهتموت على يوسف. يا سلام، على ايه بقى ان شاء الله؟ بتقولي يا حلوه، هو في زي يوسف؟ مش وقته يا حبيبه اخوها، كملي. ها، المهم عاملين العزومه دي عشان نشوفها. موافقين من غير ما نشوفها. يمكن يفك شويه ونخلص منه، او يطلع عقده عليها ويرحمنا احنا. تصدقوا انتوا الاثنين مش متربيين؟ بنهزر يا دود ولا؟ طب يا اختي بدل الهزار، انت وهي حصلني على المطبخ عشان نشوف هنعمل ايه في العزومه. شمس الاصيل، لا 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 لا، شمس الاصيل ذهبت. خوش النخيل يا 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 لي. الله، حسك حلو يا سي عبدو. انا واللي احبه نشبه في صفارة. وش مين ده يا سي عبدو؟ قلتلك 100 مرة ما تقاطعنيش، لو انا بشتغل ولو انا بغني. اهو انت كده غيرت المزاج كله. معلش يا اخويا معلش، خد لك بقى شوية قهوة يرجع يتعدل المزاج تاني. عندك حق، القهوة من ايدي كتغريد بتعدل المزاج فعلا. ما قلتيش بقى يا اخويا، وش مين ده؟ ده وش ملاك طفل، او طفل يشبه الملاك. بتحب العيال يا سي عبدو؟ بحبهم قوي قوي، بس ما بحبش مسؤوليتهم، وده سبب نكبتي مع عيالي. يا اخويا بقى احنا هنرجع نفس الموال تاني. مش انت بتسالي يبقى انا لازم اجاوب. بس انا متهيألي بعد ما كبرت عقلت. عقل؟ لا مش قوي يعني. عقلت شويه كده يعني. نفسي في عيل اشيله كده والعب بيه. عشان كده نفسي الواد يوسف يتجوز ويخلف حته عيل، ولا مروه تتجوز وتخلف عيل، وانا اطلع بقى كل الحنيه اللي هم ما شافوهاش في احفادي. طب يا اخويا ما انت عندك بنتك الكبيره وعندها عيال وعمرك ما شفتهم. ايوه، ما انا عندي امل بقى ان الميه ترجع لمجاريها ويخلفوا وربي عيالهم من اول وجديد.
والنبي يا سي عبده شكلك مش لايق عليه يا اخويا جد خالص. جراه ليه؟ انت هتشتغليني؟ عيب بقى على ال... انا واللي احبه نشبهك في صفاء. يلا يا وسيله اشهلي شويه يا سمر. خليكي انا هفتح. اهلا اهلا وسهلا سليمان بيه، اتفضلوا. ازيك؟ ما شاء الله، ايه القمر ده؟ اتفضلوا. اهلا وسهلا. تعبت نفسك ليه بس كده؟ اكيد حضرتك خديجه. هنا خديجه بس، مفيش تكليف طبعا. اهلا وسهلا، اتفضلوا، دي خطوه عزيزه. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. وسيله، تحبوا تشربوا ايه؟ انا هشرب شاي في كوبايه. وانا ممكن ميه روم تمبرتشر. فهمت يا وسيله قالت ايه؟ يا سلام. اهو يوسف جه اهو. اهلا وسهلا، ده ايه النور ده؟ اهلا يا يوسف. المعادي كلها نورت. يا نور. ازيك يا سليمان بيه؟ ازيك حضرتك؟ اهلا يا مي. ازيك؟ اتفضل اتفضل. ايه يا يوسف، ما قلتليش يعني ان مي حلوه قوي كده؟ ميرسي يا خديجه. عرفتوا توصلوا بسرعه ولا تهتوا؟ اصل ما اعرفش المعادي يتوه فيه على طول. لا انا عارفه المعادي كويس، اغلب صحابي ساكنين هنا وكل الكافي شوبس اللي بنروحها في المعادي. سيزو العالي ده يا يوسف. ما يجيش بعد ذوقك يا سليمان بيه. لا بجد يا يوسف، مهندس الديكور ده هايل. بابي ايه رايك لو نجيبه عندنا في القناه؟ هو للأسف مش عايش في مصر دلوقتي، هو عايش في إيطاليا. صاحبي من زمان، سلمته البيت وهو لسه طوب أحمر، وسلمه لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مروة، حنين، مي، شيخ حسن طبعا حضرتك عارفه يا سليمان بيه. اتشرفت بمقابلتك. الشرف لينا يا سليمان بيه. ما تقعدوا يا بنات. لا نقعد ايه؟ احنا هناخد مية عايزينها في موضوع. موضوع ايه؟ ما تسيبهم يا. روحي معاهم يا. عن اذنك. يلا اتفضل. كل ده عشاني انا؟ طبعا، وكان نفسنا نجيب لك اكتر من كده كمان، بس احنا يعني لسه مش عارفين ذوقك. انتوا بتهزروا؟ اتس مور ذان انف. انا مش عارفه اقول لكم ايه بجد. ثانك يو. احنا عارفين انك لسه متحجبه قريب، واحنا دايما بنعمل كده مع كل صحباتنا اللي لسه متحجبين. طبعا، وبنحتفل بيهم كلنا في اي كافيه، محجبات ومش محجبات. والله نفسي اعمل كده جدا، بس انتوا مش فاهمين، برنامج يوسف واخد كل وقتي. بس انت غيرتيه قوي يا مي. اديني بحاول. على فكره انا مبسوطه قوي ان انتوا اعتبرتوني صاحبتكم، ويا ريت تكوني اكتر من صاحبتنا يا حبيبتي. كنت عايز حضرتك في موضوع كده يا سليمان بيه. امري يوسف. الاستاذ حسن داعيه محترم جدا. ما هو جاي للقناة وشفت شغله زي الفل. ربنا يبارك لك يا رب. يعني لو أمكن حضرتك تعمل له برنامج صباحي لحد ما الجمهور يتعرف عليه. أوي أوي. القناة قناتك يا يوسف، والشاشة شاشتك، والأستاذ حسن أخ فاضل، واللي يخصك يخصنا. أنا مش عارف أقول لك يا سليمان بيه. يا ربنا يخليك يا رب، ويوسف طبعاً أخويا وأكتر من أخويا كمان. خديجة خديجة. نعم يا حبيبي. اشكري سليمان بيه. خير ان شاء الله. هيعمل لي برنامج.